أعزائي الدارسين الدارسات، اليوم معنا في هذا اللقاء عمليات إدارة المشروع. عمليات إدارة المشروع، يعني الآن نحن بدأنا ندخل شيئا فشيئا بعد المفاهيم الأساسية والحقائق الأساسية للمشروع ودورة حياة المشروع وقيود المشروع، الآن ندخل في جوانب أكثر تنفيذية. فنبدأ نأخذ اليوم عمليات إدارة المشروعات من خلال النقاط التي أمامكم، والتي بإذن الله هي ستحقق لك عزيزي الدارس أو الدارسة المخرجات التالية التي أمامك، كلها متعلقة بعمليات إدارة المشروعات. عمليات، الآن نحن في عمليات الإدارة، إدارة المشروع. ما سبق كان كله يتكلم عن المشروع بعيدا عن الجوانب الإدارية، الآن نبدأ في الجوانب الإدارية في موضوع اللقاء هذا اليوم. فإدارة المشروعات يقصد بها حسب ما عرفتها جمعية إدارة المشروعات هي مجموعة عمليات تعمل على تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب على أنشطة المشروع حتى يفيء بمتطلباته. فهي مجموعة من العمليات تعمل على تطبيق المعرفة والمهارات والأدوات والأساليب. من أجل ذلك قلنا أنه إدارة المشروعات ينطبق ما عليها ما ينطبق على المواد الإدارية أو إدارة الأعمال، اللي هو أنها علم وفن، فهي معارف ومهارات على أنشطة يتم تطبيقها على أنشطة المشروع ليفيء المشروع بمتطلباته. تعريف آخر، هي مجموعة من الكفاءات أو العمليات الأساسية الضرورية لإدارة المشروع يجب تحقيقها من أجل ضمان الاستخدام الأمثل الفعال لموارد المشروع. هذه العمليات التي فيها الأدوات وفيها الأساليب وهي الكفاءات، يتم من خلالها تطبيق الكفاءات، هي عبارة عن أكثر من 40 عملية، 42 عملية، وبعضهم وصلوها إلى 47 عملية أو 49 عملية وهكذا. لكن تم اختصار هذه العمليات في 5 مجموعات. إذن عمليات إدارة المشروعات عبارة عن 5 مجموعات عمليات لإدارة المشروعات، لإدارة حياة المشروعات، هكذا 5 مجموعات عمليات لإدارة حياة المشروعات أو لإدارة المشروع. طبعا كل مجموعة تتضمن عدد من العمليات أو عدد من النشاطات أو الإجراءات يتم القيام بها للحصول على نتيجة محددة، لكن في إدارة المشروع يتم تطبيق كل المجموعات، ويمكن تكرار بعضها في جميع مراحل المشروع. يمكن أن نكرر هذه المجموعات أو هذه العمليات في كل مراحل المشروع، يعني نحن طبقناها في مرحلة التأسيس، ممكن أيضا نفس العملية هذه نطبقها في مرحلة التخطيط، نطبقها في مرحلة التنفيذ، نطبقها في مرحلة الإنهاء وهكذا، لأن هذه عمليات إدارة لحياة المشروع، وأنا أدير حياة المشروع من خلال هذه المجموعات ومن خلال هذه العمليات. يمكن أحتاج لمجموعة معينة من العمليات في كل المراحل، كررها، أحتاج لها في مرحلتين، أحتاج لها في مرحلة واحدة وهكذا، إذن يمكن تكرارها. قد تتداخل أو تتكرر هذه العمليات في الجدول الزمني للمشروع، في جدول المشروع تتكرر هذه العمليات، عمليات إدارة للمشروع، من خلالها يتم إنجاز إدارة المشروع أو إدارة حياة المشروع. إذن هذه هي العمليات الإدارية. أما مراحل الحياة عبارة عن مراحل حياة وليست عمليات إدارية. العمليات الإدارية التي من خلالها ندير حياة المشروع. هذه العمليات كما قلنا جمعناها أو جمعت من خلال 5 مجموعات أو في 5 مجموعات. فعندي مجموعة عمليات البدء، مجموعة عمليات التخطيط، مجموعة عمليات التنفيذ، مجموعة عمليات التحكم والرقابة، ومجموعة عمليات الإنهاء أو الإغلاق. وإن كان هناك تشابه في مسمياتها مع مراحل دورة حياة المشروع، إلا أنها ليست هي دورة حياة المشروع. يعني لا يشترط بالضرورة لما أقول مجموعة عمليات التخطيط أنه يتم تنفيذها فقط في مرحلة في دورة أو في مرحلة حياة التخطيط من حياة المشروع، لا، ممكن أن نطبق مجموعة عمليات التخطيط في الإنهاء، إنهي التخطيط، إنهي خطط للإنهاء. ممكن عمليات التخطيط طبقها في التنفيذ، طبقها في البدء، في التأسيس.
وعمليات الإنهاء والإغلاق لا يشترط بالضرورة أن تكون في مرحلة تسليم المنتج الإنهاء، قد تكون إنهاء مرحلة معينة فأقوم بمجموعة عمليات الإنهاء. النقطة الجوهرية، النقطة المهمة، إن العديد من المنظمات أو من فرق العمل في إدارة المشروعات يعتقدون خطأً بأن مجموعة العمليات الخمس، هذه مجموعة العمليات الإدارية، هي مراحل المشروع. طبعاً جمعية إدارة المشاريع البريطانية أكدت أنها ليست هي مراحل المشروع، هذه عمليات إدارة حياة المشروع، عمليات إدارة مراحل حياة المشروع. لماذا؟ لأن مراحل دورة الحياة لا تتكرر. الإنسان يعيش الطفولة مرة واحدة، يعيش الشباب مرة واحدة، يعيش الولادة مرة واحدة في الجانب جانب الحياة البشرية، ونفس الشيء في المشاريع. دورة الحياة لا تتكرر مراحل دورة الحياة، بينما مراحل إدارة المشروع تتكرر خلال مراحل الحياة. نفس الشيء نطبقه على الحياة البشرية، حياتك، في حياتك الشخصية البشرية. فأنت تقوم مثلا بالتخطيط لحياتك البشرية في مرحلة الطفولة، في مرحلة الشباب، في مرحلة الشيخوخة، تكرر عملية التخطيط، لكن دورة الحياة لا تتكرر. فبالتالي هذا الاختلاف الجوهري أو هذا التبرير أو التعليل الجوهري لماذا لا تعتبر عمليات إدارة المشروع هي دورة حياة المشروع، لا، لأن عمليات إدارة المشروع تتكرر خلال مراحله كلها، أما مراحل حياة المشروع لا تتكرر، غير منطقي تتكرر. يعني أنت تعيش الطفولة مرتين، تعيش الشباب مرتين، هاي تأتى. فبالتالي هذا هو الفرق بين العمليات الإدارية للمشروع وبين دورة حياة المشروع. طبعا فوائد إدارة المنظمة بأسلوب المشروع، لما المنظمة ترتب عملها أو تنظم عملها بأسلوب المشروع، إيه الفوائد اللي تحققها؟ تحقق جملة من الفوائد، هذه بعض الفوائد طبعا لا تنتهي، لو جلسنا كذا كذا من الزمن لا ننتهي من الفوائد. فإدارة المنظمة بأسلوب المشروع يحقق درجة عالية من المتابعة، كل مشروع مستقل فمتابعة له فريق عمل خاص به وله وقت محدد، هذا يسرع من الإنجاز. كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم المشروع ككل، ما هو فهم الجزئية حقه فقط، هو مركز على الجزئية حقه فقط، لكنه لأنه نشاطات المشروع كلها مترابطة فهو يفهم المشروع ككل، لأنه مخصص وهو أيضا مفرغ ومركز على المشروع هذا فقط ولا يتم تشتيته في أعمال أخرى. بيئة عمل المشروع أكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديدة، لأنه اللي في المشروع قد يكون مختلفين التخصص، مختلفي الأفكار، فبالتالي هذا يعطيك بيئة عمل منفتحة. يوفر وضوح أفضل للمهمات التي يؤديها الأفراد، لأنه يعرف بالضبط إيه المطلوب عليه، وين النتيجة اللي بيصلها، وين الهدف اللي بيصله، في كم ظرف، كم من الزمن، وهكذا. امتلاك قدرة أكبر على التكيف مع متغيرات البيئة، يساعد المنظمة على أنها تتكيف بسرعة مع متغيرات البيئة وتستجيب للتحديات التي أخذناها في اللقاء الأول، وهو يساعد على مراقبة أفضل للتكاليف. إدارة الأعمال المنظمة بأسلوب المشاريع يعمل على مراقبة أفضل للتكاليف، كل مشروع له كلفة معينة، تحديد مراكز الكلفة في المشاريع وفي العمليات، يعطي جودة أعلى، يسرع من الإنجاز، يعطي جودة أعلى، ويعطي علاقات أفضل مع الزبائن أو مع الأطراف المستفيدة من المشروع. إذن هذه فوائد إدارة المنظمة بأسلوب المشروع. طبعاً تبين من الدراسات أن 67% من المشروعات فشلت لعدم وجود إدارة مشروعات، فتطبيق إدارة المشروعات يساعد المدير على توفير آليات ومنهجيات فعالة في إدارة المشروع. أخيراً عندنا مكتب إدارة المشروعات. الشركات الضخمة، الشركات متعددة النشاطات وقد تكون متعددة الجنسيات، تعمل على إنشاء مكتب خاص بإدارة المشروعات. فمكتب إدارة المشروعات عبارة عن كيان تنظيمي في المنظمة، يعني كيان تنظيمي ضمن الهيكل التنظيمي لها، ضمن البناء التنظيمي والخارطة التنظيمية للمنظمة. يقوم هذا الكيان يقوم بالتنسيق بين المشروعات، بين مشروعات المنظمة،
كما قلنا هذا في المنظمات الضخمة والمنظمات متعددة النشاطات أو متعددة الجنسيات، يقوم بالتنسيق بين المشروعات، بين برامج الأعمال أو بين الحقائب الأعمال في المنظمة، بدءا من دعم إدارة المشروع إلى قد يتحمل مدير أو مكتب إدارة المشروعات إدارة مشروع معين بالتعاون مع مدير المشروع. طبعا الغرض من مكتب إدارة المشروعات في المنظمة هو إدارة مركزية لإدارة المشاريع، يعني يمثل الإدارة العليا للمنظمة. طبعا عادة هذا سوف يوفر النقاط التالية: يوفر طرق وإجراءات وقوالب ومنهجيات وسياسات تساعد إدارة أو تساعد مدير المشروع على إنجاز عمله. يعمل هذا المكتب على التوجيه والتدريب وتمكين أسلوب إدارة المشروعات في المنظمة، ويعمل على تجميع الموارد والوثائق والمستندات من مديري المشروعات وأفكارهم ومقترحاتهم. طبعا أيضا يلعب الأدوار التالية: الامتثال، التدقيق مع سياسات المشروع، يدقق سياسات المشروع، يساعد في توفير موارد المشروع، قد يلغي مشروع معين، يوفر كما قلنا التدريب للمديرية المشروعات. لأنه لما افتح أنا مكتب أو انشئ مكتب في المنظمة عندي، يعني أنا مقتنع أن أنا أدير عملي في المنظمة بأسلوب المشروعات، فحتى لو لم تكن عندي مشروعات أعمل على تمكين أو خلق ثقافة في المنظمة في هذا الأسلوب، فأقوم بالتدريب على هذا الأسلوب، أخلق أجيب قوالب، أجيب نماذج معينة، دربهم، فبالتالي وبعدين تخلق عندي مشروعات أقوم بإدارتها عن طريق هذا المكتب، وإدعم فريق أو مدير المشروع من خلال هذا المكتب وسهل عمله. هذا كل شيء في موضوع عمليات إدارة المشروعات أو عمليات إدارة حياة المشروعات. ولديكم جملة من الأسئلة: إدارة المشروعات هو أسلوب حديث لإدارة أعمال المنظمات، تتكرر بعض عمليات إدارة المشروع في جميع مراحل المشروع، صح وخطأ؟ تتم إدارة المشروع من خلال خمس عمليات، هذه الخمس عمليات مترابطة في أسلوب الإدارة بالمشروع، فإن كل عضو في المشروع يركز على مهمته فقط ولا يفهم باقي أجزاء المشروع. مكتب إدارة المشروعات هو إدارة مركزية للحقيبة الاستثمارية للمنظمة وليس للمشروع، للحقيبة الاستثمارية للمنظمة. والسؤال المهم والذي تمت الإجابة عنه من خلال الشرح، اللي هو مجموعة العمليات الخمس لإدارة المشروع ليست هي مراحل دورة حياة المشروع، علل أو اذكر السبب أو وضح هذه العبارة. في نهاية اللقاء أعزائي الدارسين، تناولنا مفهوم إدارة المشروع، عمليات إدارة المشروع، وفوائد الإدارة بأسلوب المشروع، و أهمية وجود مكتب بالمنظمة لإدارة مشروعاتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.